في لحظة حسيت حالي إني خلص. هذه تأكدت حتى مش تخيلت إنه عيني راحوا، إنه السمع عندي راح. أنا صار عندي فيما بعد مشاكل داخلية في نفسية كيف بحكوها. في هاي اللحظة أنا حسيت إنه كل حياتي مرت قدام عيني. حاس في دم بنزل من عيني، دم بنزل من وجهي. للحظة فكرت إنه حياتي خلص لهانا وبس. طب أنا كنت قبل دقيقتين منيح، بس بدي أموت. شو بدي يصير في عيلتي بعدي؟ شو بدي يصير في أهلي؟ شو بدي يصير في بنتي؟ شو بدي يصير في زوجتي؟ الحادث صار ما عمريش حكيته لأي بني آدم.